فقير انه الديمقراطيه تائمة تنتقد الحكومات المتعاقبه على المغرب، ولكن انتم شنو هي اللي يعني المقترحات ديالكم من اجل الخروج من هذه موجه الغلاء اللي تضرب حاليا على المغرب؟ وكيدار لي الاسباب ديالو في المغرب بنيويه وعمقها شويه الجفاف وكذلك الغلاء ديال الطاقه، ولكن الاساسي هو البنيه ديال الاقتصاد المغربي، لأنه منذ 1964-65 الدولة المغربية اختارت كاستراتيجية للاقتصاد هو القطاع السياحي والقطاع الفلاحي المرتبط بالتصدير، وبالتالي هاد المسألة دي جعلت أنه الحاجيات ديال الجماهير الشعبية عامة وديال الفئات الفقيرة والكادحة خاصة مهملة، وبالتالي جات هاد الظروف هادو جعلت أنه أولا كورونا وضحت للعالم أنه القطاع الفلاحي أساسي في الوقت اللي حاليا القطاع الأول اللي هو الفلاحة والغابة والمناجم والقطاع الصناعي هما أساسيين، أما القطاع الثالث القطاع ديال الخدمات هو ثانوي، ولكن حاليا هو اللي طغى. مثلا إلا خدينا فرنسا 79.6% من الأجراء في القطاع الثالث، بمعنى لا ينتجون ثروة، إذن الثروة ديال البلد معين بحال المغرب هو ما ينتجه العمال والفلاحين. شنو بالنسبة لكم تما في النهج الديمقراطي المقترحات ديالكم من أجل الخروج من هذه الأزمة؟ أولا تأميم القطاعات الاستراتيجية، ثانيا هو الأراضي المسترجعة اللي هي أصلا ديال أراضي ديال الجموع ديال القبائل، جا المعمر استولى على دوك الأراضي، مشى المعمر رجعت الأراضي للدولة كتسمى الأراضي المسترجعة، ومن بعد في السنوات الأخيرة تم التفويت ديالها الأشخاص اللي لا علاقة لهم بالفلاحة، وبالتالي احنا بالنسبة لنا حتى هاد الأراضي هادي كيخص يعني تحل المشكل ديالها، بمعنى الأرض اللي من يحرطوها، بمعنى أنه الفلاحين الفقراء وبدون أرض وكذلك العمال الزراعيين. ثانيا ما خصش يكونوا الوسطاء، حنا بالنسبه لنا هو صعيب لتحقيق ديالو في هذا الوقت هذا، ولكن بالنسبه لنا خص تكون متاجر الكبرى لي كرون سيرفاس تكون ديال الدوله، بمعنى كتجي الخضره من الفلاح مباشره للمتجر الكبير ديال الدوله بلا ما تدوز، بحال دابا الدار البيضاء محمد الى اخره الاثمنه كتلعب فيها الرسوم ديال مارشي كبير ديال الدار البيضاء كتلعب فيه دور كيمكن توصل حتى ل 40%، بمعنى الخضره كيمكن نجيبوها من اكادير بدرهم الكيلو بطاطا مثلا، وهنايا تتباع بثلاثه دراهم ولا اربعه، فيها الترونسبور متفقين ضروري، ولكن فيها واحد العدد ديال الرسوم وزيد المضاربين والاحتكاريين، وبالتالي المشكل الارض اساسي، زيد السياسه ديال السدود. هنا في اولا كاين 13 فاصله تقريبا 5 ديال الاراضي الفلاحيه اللي هي مسقيه، بمعنى اغلب الاراضي غير مسقيه، وثانيا ملي كيكون مشروع ديال السد كيكون في خبار شي وحدين كيمشيو يشريو اراضي بجوج دراهم عند الفلاحين الصغار، ومن بعد كيكون البراج هما اللي كيستافدوا من المياه ديال البراجات. ثالثا كاين دوك المناطق السفوح الشرقيه من وجده حتى الزاكوره هي مناطق رعويه، وانا من المنطقه ديال ما بين الرشيديه وبو عرفه، الرحال مربين الماشيه ما كيلقاو باش يشربوا الاغنام ديالهم الى اخره. هذا اشنو كيطلب الدوله؟ ما كتطلب شي حاجه كبيره، هي في كل منطقه قريبه تحفر بير
دير ليه الموتور كاع نقولوا ماشي ديال المازوت موتور عادي وكتشوف واحد يعس تما بحال خدام في الجماعات تعطيه 1000 درهم 2000 درهم وداك الشيء وهذاك يساعد على تربيه الوحش وما يكونش عندنا خصص في اللحوم. كذلك كاين معامل ديال السكر اللي تسدد مشرب القصيري التازيل القصر الكبير. دابا حنا عندنا الاكتفاء الذاتي 43% بمعنى كنجيبوا السكر من الخارج وهاد الاراضي هادي اللي كانت كتدير لا كانا سكر لا بيتراف الى اخره دابا تحولت لمسائل ديال المضاربه ديال التصدير بمعنى انه الهاجس ديال الدوله هو الفلاحه التصديريه وليس الحاجه ديال المواطن. هادو غير بعض المسائل اللي دابا في بالي ولكن كاين بزاف الاجراءات الاخرى اللي ممكن تتخذ.